أنا حابة أتكلم في موضوع أزعجتوني فيه أكثر من 3 4 أو 5 أيام. أوفر. هو موضوع إن بدرية أحمد قطت الحجاب. زين أنا إيش خصني؟ مي كلامش طلع صدق. أوكي الحكي أنا قلته من قبل، قلت له قلت راح تقطه، قلتوا لي دشيتي بنيتها، قلت لك ما دشيت بنيتها. أوكي أنا قلت كلمتي، بتصدقني صدقني، ما تبي تصدقني كيفك، هاش راجع لك، انا ما عندي شيء. فالحين ياتي ما يطلع كلام صدق، لا قولي لنا كلمه، تكلمي عن قطه وانا شكو قطه حجابها، الثواب ثوابها والذنب ذنبها، انا شكو فيها، تتحجب ما تتحجب شيء راجع لها هي واسرتها. متضايقين عندها عيال، عندها دشوا كلمهم، مو عندهم تواصل اجتماعي، يقولوا لهم قولوا لهم رايكم بقطة. اخر همي بدرية وغير بدرية، سالفة ان قطة حجاب شي راجع لها، لا هي صغيرة ولا ياهل وام، وشي شي يخصها ما يخصني. اوكي انا قلت رايي اول ما تحجبت ومشيت والسلام عليكم. اوكي انتو يو ايامية هاجمتوني، قلتوا ما وفي منكم سبني، ومع ذلك انا قلت كلمتي ومش الحين انتوا قاعد تشون علي من اول وجديد. ما قطت الحجاب زي شو اسوي لها؟ هل انا بروح البسها الحجاب من اول وجديد؟ يبا الذنب ذنبها والثواب ثوابها، هي مع ربها كيفهم، هي المخلوق مع الخالق، شي راجع لها بينها وبينها، خلاص ما لناش كلام معاها. متضايقين الموضوع ماسكهم، زين عندها عيال، روحوا قولوا لها، موجودين صفحات التواصل الاجتماعي بروفايلاتهم، دشوا قولوا لهم رايكم في الموضوع. انا شخص انا قاعد اشوف اشياء وايد اهم من فنانه قطت الحجاب، كان بدريه ولا غير بدريه. نرجع كل واحد حر يعني يسوي اللي يسوي، في الاخر في ملكين قاعدين يحاسبون على سويت خير سجله، سويت شر سجله، ماشي؟ عندي وعند بدريه وعند الكل. فانا مالي شغل، ورجاء في مواضيع انا ما احب اتكلم فيها، في اشياء انا احتفظ فيها لنفسي لكل حادث حديث، ماشي؟ غير كذي انا ما ابي اتحكى في هالامور، في اشياء اهم، في ناس قاعده تموت، في ناس عندها مصايب، في عائلات متعففه محتاجين احنا نشتغل لهم. الله يسعدنا ويسعدكم ويسعد كل الدنيا، بعيد عن سالفه انا مالي شغل، واحده قطت حجابها بينه وبين ربها مالي شغل. اوكي تبون تتابعونها تابعوها، متضايقين من هالتصرف لا تتابعونها، خلاص انت في الاخر او انا او انتو احنا موجودين في السوشيال ميديا عشان نتفق او نختلف على مضامين وعلى اشياء وعلى مواضيع. اوكي ان اتفقنا كان بها، ان اختلفنا في الاخر احنا ما راح نربي البشر. نفس انا لما يدش لي واحد يعلق لي عندي وما شنو، وانتي 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 بابا، انت جاي مو ما راح تربيني. اوكي انا امي وابوي اللي ربوني، مو انت اللي تربيني، فبالتالي عندك وجهة نظر قولها بادب، خلاص انت مضايق سوي لهم فولو، بسيطة عاجبتك سوي لها فولو بس. منو ما كان الاسم ريال او مرة او منو، سواء بالفن في السوشيال ميديا في اي حتة. اوكي وفي اشياء ما احب اتكلم عنها لكل حادث حديث، وكل شيء بوقته حلو. والحين بتكلم عن موضوع اللي اثارته شجون، صار لها 48 ساعة شان الحرب العالمية الرابعة والخامسة والسادسة على إن شنو، على إنها راح تسوي مسرحية ماتيلدا. حسن الرئيسي ومعاه مجموعة، كنا حسن البلام شريك في الموضوع، محين ما عندي ديتيلز كامل، وإن هي كان فكرتها وما أدري شنو، وإن هذا لحظة أول شيء حجية شجون، ماتيلدا انتي بسألت سؤال، انتي ما قد تقولين فكرتي، هل انتي قدمتي ورق في هذا الموضوع في هذا الصدد؟ حبيبتي ماتيلدا حالها حال سالي، حالها حال شو اسمه سندريلا، هذا من الأدب العالمي، يعني مو انتي اللي سويتي، انتي اللي سويتي ماتيلدا، ماتيلدا موجودة يعني من قبل ما انتي تين الدنيا. ف
يعني الهجوم وسالفة الكبتشرة ومنزلة في الستوري والناس يدشون عند حسن الرئيس يغلطون وما شنو. ترى يعني حسن الرئيس ترى يعني ويوسف ترى محترم محترم صدقيني، لو مو محترم كان كل الناس اللي دش اللي انت هل يا حال اللي يوم من عندك راحوا له سبوه يقدر يرفع عليهم قضيه، وما شاء الله يملين من وراء نيابه الاحداث. بس يعني يواش يواش لا تستذبحين وايد على سالفه فكره. ترى على فكره قبل ما انت تحكين ترى ما يصير اللي يتحكى يعني يعني اللي بيته من ازاز شجون لا يحذف الناس بحجارة. أبسط ما فيها تبين تحكى أنا مسافة الفكرة، تذكرين يوم ما أنا كان من إزاز لا يحذف الناس بحجارة. أوكي قلت شون بيته من إزاز، أشوف لما أنتي لما أنا عطيتك فكرة أغنية تقوم أوكي، وكان وأنتي معترفة في لقائك في الإذاعة إن الأغنية فكرتي اللي كتب كلماتها وألحانها بعدين بشار الشطي، لما جيت ونزلت الفيديو ما حطيتي اسمي. ها شوف أنا كنت أقدر أرفع عليك قضية وكنت أقدر أسوي وايد عليك وعلى الجهة المنتجة من أول وجديد، لأن هذا الحق الأدبي. بس الواحد ما بس الإنسان يتهاوش على شيء يسوى، ما يتهاوش على شيء ما يسوى. وأنا يعني أنا عموما يعني من يوم ما مديت إيدي لك اوكي عضيتيها و 2014 وسحبت نفسي، حتى لما رحتي عند الاء دشتي مره تحطين الميك اب ونياب طاريه وقلتي لا يا انا احبها وما ادري شنو، بس ما ادري شنو وخرنا، انا اللي وخرت. يمكن ما تحبين تقولينها بس لان انا اللي وخرت، لان قراري لما اسوي شيء زين عند احد ويعض ايدي أهدى وتركه. لو هو ولد أمي وأبوي ما في إنسان أنا أوقف حياتي عليه. وإذا أنت معتمدة على اللي حواليك إنهم يترزقون الله من حولك أنا مو في الإطار نهائيا. أنا مي العيدان وأظل مي العيدان، شجون لا تزيدني ولا تنقصني أبدا. أوكي أوكي ثانيا سالفة ان انت تجيرين متابعينك يروحون يغلطون على حسن الرئيسي بهالطريقة هذا شيء غير مسموح. لما الريالي يبي يتكلم وياك بأدب تقولي له هذا هذول اهلي، هذول اهلك عندك، اهلك مكانهم وين؟ بيتك مو بيوت الناس، تخلون يغلطون على الناس بهالطريقة. ثاني شي شفيك يعني انت محسستني ان انت كلش ما شاء الله ما تقومين من على المكتب من كثر ما قاعد تكتبين مؤلفات. يعني فكره قلتوا يلا خلينا نسوي سالي، خلينا نسوي متلده، خلينا نسوي البؤساء، خلينا نسوي ما ادري شنو. خير حجيه نعم كبري شوي، كبري انسان ينضج. يوم انت مو صغيره 32 33 سنه مو صغيره يعني اوكي. وشوفي سبحان الله النية مرات مالتك الكبر اللي فيك، الكبر اللي جاي من التكبر هذا اللي يخلي بعض اعمالك ما تنجح. ترى انت لما حين ولا مسلسل لك نجح بالفترة الاخيرة نهائيا، لا المواجهة، لا سامحني خطيت، لا ساق البامبو، لا ماكو. انت الوحيدة اللي نجح لك مسرحية تمورو بس، هذا اللي نجح لك غير كذي ما فيش. النية مطية. شنو الناس؟ الناس خسرت بشر، خسرت دول، خسرت. انت مذابحة على فكرة من الأدب العالمي يا أخي بسيطة سويها الحين. شمس الشموس سندريلا سوتها هدى حسين وسوتها رجاء محمد وسوتها زهر الخرجي وسويت. نعم ما شوفهم شالوا سيوف ولا حطوا بوست شوفوا باقوني سووه ما ادري شنو. ليلى والذيب مسوتها هدى حسين، كحذا كم سوتها يا نادر الكندري؟
نعم نعم والله. ركزي على شغلك بدل ما تدشين تدورين من أول وجديد. راجعة، قلنا تعدلت، قلنا طخت، إعادة توازنها. لا، طلعنا إعادة التوازن ما هو أكثر من دور من أدوار الشجون. وللأسف أقول لك، لا ينفع معاك نصيحة ولا ينفع معاك نقد، حالة ميؤوس منها أمانة. عندك إن الله خلقك ما خلق غيرك، وهذه مشكلة. إن مع إن الدنيا لما خلقت عبد الحسين خلقت مليون نجم يمه، بس كل نجم له لونه وقدرته وأداءه الخاص ونجوميته الخاصة. بس مشكلة عبد الحسين ما قال أنا الوحيد ما في غيري، لا في غير. حياة الفهد نفس الطريقة، هذول النجوم نتعلم منهم ألف باء تاء التوازن النفسي الفني.